حدود المرمى إلى حين اللحظة، وكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، هل تأتي بهدف؟ كرة ملعوبة، ضاعت 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 الكرة المافية، ومحاولة كادت أن تعانق الشباك، ولكن العارضة تعترض على الضيوف حتى الآن وتتعاطف مع أصحاب الأرض، ما زالت قائمة. كرة ملعوبة أمامنا، تسديد، الله الله الله، بقوة وحمرة عين، إلا وتأتي في المرمى وتعانق الشباك. أبت لهم الأولى، حاولوا في الثانية والثالثة، ثبتوها في المرمى معانقة للشباك عن طريق سبيسيان الذي قلنا عنه أنه اختفى، ولكن طال الانتظار والاختفاء، أتى الآن ليظهر ويدون الهدف بعد أن كان صامتا وكان على الهزاز بداية الشوط الثاني، الآن يصرخ بهدف يأتي أمامنا. تهيأت الكرة، تهادت أمامه، وعارف درب المرمى نظرة ولقاء وابتسامة بعد ذلك شبابية وتعادلية. تأتي النتيجة حتى الآن بين الشباب وبين الغرافة معانقة للشباك، وهذه من نوع الكرات اللي اسمها شوفها في الإعادة يا قاسم يا برهان، شوفها في الإعادة وما تحاول معاها.